قال أناس للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنك لتداعبنا، فقال عليه الصلاة والسلام نعم غير أني لا أقول إلا حقا. هذا المزاح من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي به يعاشر نساءه ويعاشر أصحابه ويضحك مع الصبيان صلوات ربي وسلامه عليه. والمزاح هو الانبساط بدون تصغير أو تحقير، وكان من فعله عليه الصلاة والسلام بأمته وأصحابه. يقول سيدنا أنس بن مالك رضوان الله عنه وأرضاه للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لتخالطنا، وكانت مخالطته عليه الصلاة والسلام لخدامه أمثال أنس ليبعد عنهم فيما بينه وبينهم الحواجز، فيدخل عليهم السرور ويفرحهم ويمزح معهم. وكان لسيدنا أنس بن مالك أخ من جهة الأم، وأمهما أم سليم يقال له بالكنية أبا عمير. فدخل عليه الصلاة والسلام كعادته في أحد الأيام على أم سليم أو على بيت أم سليم، فرأى أبا عمير حزينا فسأل عن حزنه، فقيل له إنه مات له عصفور اسمه نغير، والنغير هو نوع من الطيور كالعصفور منقاره أحمر. فكان عليه الصلاة والسلام يداعبه ويمزح معه ويتبسم إليه قائلا يا أبا عمير ما فعل النغير، يمازحه ويباسطه عليه الصلاة والسلام. وفي أحد الأيام جاءته امرأة عجوز، قيل إن هذه العجوز عمته صفية، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام إن الجنة لا تدخلها عجوز، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي حزينة خائفة على نفسها ألا تكون من أهل الجنة. فلما ولت قال عليه الصلاة والسلام أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. قال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هكذا مزحه عليه الصلاة والسلام، غير أنه كما سمعنا لا يقول إلا حقا دون أن ينقص من قدر أحد، دون أن يستحقر أحد، لأن المزاح إذا كان فيه تحقير أو تصغير أو استنقاص من شأن إنسان قد يأثم به الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من آداب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تسر به خواطرنا وخواطر من نعيش معهم في هذه الحياة. خير البرية نظرة إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية. خير البرية نظرة نظرة إلي، ما أنت إلا يا حبيبي كنز العطية. يا بحر فضل وتاج عدل، جد لي بوصل يا